كلنا بنعرف إنه دبي مكان حلو نعيش فيه، وهيدي السيارة عملية للتنقل فيها داخل المدينة. نيسان تيدا جديدة بالكامل، عم تشمل كل مواصفات السيارات الصغيرة مع مزايا أكتر من السيارات الكبيرة. وصلت سيارة تيدا أول مرة على الشرق الأوسط سنة 2005، وحققت نجاح فوري بحصولها على حصة 36% من سوق سيارات الهاتشباك بأقل من سنتين بمنطقة الخليج. واليوم نيسان الشرق الأوسط عم ترفع الستار عن سيارة تيدا الجيل الثاني بريكسوس ذا بالم جميرة دبي، وكان FX سويز له الفرصة لتغطية هيدا الحدث وتجربة تيدا للمرة الأولى. ويلي عم بيميز شكل السيارة من الخارج هيكل بإنحناءاته الانسيابية ولمحات متميزة عم بذكرنا بعالم السباقات. قد صمم كل خط وانحناء بشكل مبتكر من أجل إبداع أفضل شكل لسيارات تيدا على الإطلاق لحد اليوم. وهالتصميم الجديد كلياً منخفض أكتر، يلي عم يمنح ملامح أكتر جرأة للمظهر السيارة الرياضي. من بعد ما شفنا السيارة من الخارج، هلأ صار وقت تجربة القيادة للمرة الأولى. الشكل الخارجي للسيارة انسياب ورياضي، بس شو اللي بيخليها تكون مفضلة للاستعمال اليومي؟ أول شي لاحظته إنه السيارة كتير كبيرة من الداخل، مريحة ورؤية كتير واضحة من كل الاتجاهات، سواقتها كتير سلسة ما فيها شي معقد. وين استعماله؟ مثلا بالستيرينج ويل فينا نتحكم بالراديو، بنعلي الصوت وبنوطيه، وكمان فينا نتحكم بالبلوتوث. وهي النسخة يلي عم نسوقها اليوم بيجي فيها تاتش سكرين 5.8 انش، نتحكم من خلالها بالنافيجيشن، بالبلوتوث، بالام بي 3 بلاير، الاي يو اكس واليو اس بي. بتبين لنا على سكرين الكاميرا الخلفية. من ناحية السلامة جهزت هذه السيارة بمزايا قياسية مثل الاي بي اس والاي بي دي والفي دي سي. وأكيد فيكم تعرفوا شو ABS، نظام مكابح مقاومة الانغلاق، والABD بتحسن تقنية تعزيز المكابح والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة. يعني إذا كان عندك دولاب عم ينزلق، بتخفف الضغط على هيدا الدولاب وبتزيد الضغط على دولاب أكتر ثبات. VDC هو نظام تحكم ديناميكي بالمركبة، يعني إذا كان في ماي أو تلج صار في أي انزلاق، بتزيد مكابح على دوليب الأمامية لتخفف من قوة الانزلاق، تتحكم بقوة محرك. عم تجي هذه السيارة بمحركين، المحرك الأول 1.6 لتر عم بيولد 116 حصان مع عزم دوران 154 نيوتن متر، والمحرك الثاني 1.8 لتر عم بيولد قوة 131 حصان. مع الجيل الجديد من نقل الحركة بتقنية التغيير المستمر CVT X-Tronic، نسمع هلأ الصوت. وهيدي النسخة اللي عم نسوقها هلأ هي الـ 1.8 لترز، عم بيجي فيها الكروم الشبك الأمامي، مصابيح من الهالوجين، ورينجات بمقاس 17 انش اللي عم تساعد بنسبة كبيرة بثبات السيارة. من بعد تجربة القيادة للجيل الثاني من تيدا، بين انه التغيرات كتير كبيرة على مستوى الشكل الداخلي والخارجي، والجودة العالية بالتصميم ومتعة القيادة. وبالنهاية كلكم بتعرفوا انه السيارات اليابانية هي a good value for money. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بشوفكم الاسبوع الجاي سيارات جديدة بـ FX Wheels.